جراند 6 قادمة في نهاية 25، يعني الحمد لله كلامي طلع صح. هو خبر مفرح على فكرة وفي نفس الوقت محزن، ولكن أنا شايف إنه وقت كافي جدا لعدم حجتهم بتأجيلها لنص 26، لأنها للأسف كده أثبتت صحة توقعاتنا بتأجيلها، لأن آخر 25 يعتبر بداية 26 برضه، فما رحناش بعيد للأسف، ولكن الخبر حلو. تقدر دلوقتي تجهز نفسك سواء تحوش للعبة أو تحوش لجهاز البي إس 5، لأنها قادمة للبي إس 5 والإكس بوكس سيريس إس وإكس كمان. معاك بقى من شهر ديسمبر لحد شهر نوفمبر. طب انا ليه طلعت صح زي ما قلت في الاول؟ اولا وحدوا لا اله الا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض، وثانيا ادعوا لاخواتنا بفلسطين ربنا ينصرهم ويقدرهم على اللي هم فيه. فاكرين الفيديو ده وانا قلت لكم فيه ايه؟ في الفتره الجايه ان شاء الله هيتم عرض شيء من روك ستار خاص باللعبه. ايه هو الشيء ده؟ الله اعلم. انا اتمنى يكون شيء واحد بس، تحديد ميعاد اللعبه بشكل واضح وصريح عشان نقفل بق اي حد بيقول هتتاجل. ده كل اللي انا عاوزه. ايوه يا عم انا مش عاوز اعلان، انا عاوز روك ستار تطلع تقول اللعبه هتنزل سنه كذا الشهر كذا، سنه مثلا 2026 او 25 مش هتفرق، المهم يتم التحديد من روك ستار نفسها. ايوه وده اللي حصل الحمد لله. انا ما كنتش عاوز اعلانات ولا حتى سكرين شوتس للعبه، كل اللي كنت محتاجه تحديد ميعاد اصدار اللعبه، وده اللي تم الحمد لله. في التقرير المالي او الربح لشركه تيك تو اتكلمت بشكل مفصل جدا عن ارباحها وخسارتها طول السنه، واتكلمت كمان عن اصدار منتجات استوديوهاتها زي 2K والعابها الرياضيه وروك ستار والعابهم اليتيمة جي تي اي وريد ديد ريدمشن. زي ما انت شايف كده تأكيد رسمي من تيك تو ان جي تي اي 6 هتصدر في خريف 25. هل بقى في خوف من تأجيل اللعبة ل 26 يعني نص 26 او اخر 26؟ نتمنى لا، لان كده ما عندهمش حجة. حتى الرئيس التنفيذي بنفسه لشركة تيك تو اللي هو اسمه ستراوتش قال في مقابلته مع منصة اي جي ان ان اللعبة هتصدر في خريف 25. مش بس كده، ازيدك من الاشعار بيت واحكي لك عن كلامه كمان من داخل التقرير المالي لصفحة تيك تو، لانهم ابتدوا المقالة الكبيرة بتاعتهم للربح بتعليقات إدارة الشركة كلها على سنة 2024 وتوقعاتهم كمان ل 25. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كده الإدارة مبسوطة قوي بربح الربع الرابع من السنة، وإنهم خارجين من 24 بأرباح قوية جدا تعدت توقعاتهم سواء من ألعاب روك ستار الحالية أو ألعاب الاستوديوهات الأخرى للشركة. ومع كلام الإدارة زي ما انتم شايفين زادوا كلام رئيس مجلس إدارة الشركة ستراوتش بانه متفائل جدا بسبب دخولهم لسنه 25 بدفعه ربحيه قويه جدا بسبب 2024. وبصراحه الضجه اللي اتعملت اليومين دول كان لازم تحصل عشان هم كانوا خايفين جدا من الخبر دون، والدليل ان الضجه رفعت سعر اسهم الشركه، وبعد خبر موعد اصدار اللعبه يوم 16 امبارح تاني يوم الصبح على طول اللي هو النهارده الاسهم نزلت جامد. بس ده شيء متوقع على فكره، هم عارفين ده كويس، لان معلش انت كده هتخلي اللعبه اخر 25 فالهايب هيقع تاني. عايز اقول لك ان اخر 25 زي اول 26، يعني اللعبه كانها اتاجلت ل 26، فلازما يطلعوا بريد ديد ريدمشن 1 للبي سي عشان يصبرونا بها شويه ويرفعوا كمان من قيمه الاسهم بتاعتهم تاني. الجميل في كلام ستراوتش انه قال روك ستار هتقدم لنا تجربه فريده من نوعها ومفيش زيها اصلا على الساحه، طبعا مفيش زياده على كلامه لان ده المتوقع. يا اخي ده الراجل متوقع نجاح اللعبه وانها هتكون الفرخه اللي بتبيض بيضه ذهب للشركه من دلوقتي. لا ومتوقع كمان نجاح اكتر واكتر في سنه 25 و26 و27 لمنتجاتهم كلها. عايز اقول لك ان كمان كلامه دون وكلام الشركه كلها هيقفل باب كل المسربين اللي بيقولوا هتتاجل ل 26. انا بتكلم تاجيل ل 26 بمعنى نص 26 او اواخر 26، ده التاجيل الحقيقي. بالنسبه بقى لاخبار اللعبه مش عاوزك تستعجل يا صديقي، لان اكيد روك ستار هتغرقنا عروض ترويجيه كتيره للعبه. كل زعلي فقط ان عمري ما شفت جيم بلاي لالعاب روك ستار قبل نزولها عكس ما بتعمل شركات تانية. فهل ممكن يعملوا جيم بلاي للعبه خلال سنه 2025؟ معرفش، لكن اتمنى لانها فتره طويله قوي على اصدارها. فقول لي توقعاتك ايه للاعلانات الترويجيه وهتنزل امتى ان شاء الله بالنسبه لك. انا شايف ان الاعلان الاول بقاله 5 شهور، يعني لسه شويه على الاعلان الثاني، ممكن نقول شهر 9 مثلا، ده توقع مش اكتر. بس عاوز اقول لك ان لو حصل ونزل اعلان ثاني سنديا فاكيد هيكون في اعلان ثالث ورابع كمان بسنه 2025، او ممكن اعلان ثالث بس، ما تعرفش الاعلانات بتاعتهم هتبقى ماشيه ازاي. خليني بقى اكلمك في نقطة التسريبات، لأن ناس كتيرة جدا متخوفة من الشيء دون. بص يا صاحبي، أنت سمعت أي حاجة عن جراند 6 قبل يوم 7 مايو اللي فات؟ أكيد لأ. هل شفت ضجيج كبير جدا على اللعبة زي اليومين دول؟ برضه أكيد لأ. طب ليه الأشياء دي بتحصل فقط قبل أي معلومة تخص اللعبة؟ أكيد في اتصال ما بين روك ستار وبعض المسربين، ما بقولش كلهم، ولكن بعضهم. أنا نفسي عمري ما سمعت عن مسرب الأربع سكرين شوتس دول غير من كام يوم. الواد ده فجأة طلع كده من تحت الأرض وقال لك أنا براقب روك ستار
يوميا ومهكر صفحتهم. طب يا ابني انت مين اصلا؟ طب بلاش دي، فكر معايا كده شويه، ليه التسريبات كترت قوي بعد سنه 2022؟ زي ما انت شايف قدامك كده، التسريبات الاولى للعبه كانت ضخمه جدا وكانت في سنه 2022 بشهر سبتمبر، والتسريبات دي هزت الشركه جدا. لكن لو تاخد بالك، الشركه خدت دفعه كبيره قوي من الكوميونتي بتاعنا، يعني احنا والشركه حولنا اللي حصل لشيء ايجابي دفع الشركه لقدام وخلاها كمان تبص لاخطائها في اللعبه وغيرت اشياء كتيره فيها. ايوه، روك ستار غيرت في القصه وغيرت كمان اسماء الابطال، وده اكيد ما كنتش تعرفه. اللي عاوز اقوله لك ان في تسريبات بتضر الشركه فعلا لانها غصب عنهم، وفي تسريبات تانية بتفيدها، والنوع اللي بيفيد الشركه دون اغلبه بيكون من الشركه نفسها، زي صور من الجيم بلاي او تسريبات اخباريه زي ان الشركه رفعت صور على صفحه اللعبه. فما تخافش من التسريبات قوي كده، بل افرح بيها. خف فقط لما تشوف فيديو متسرب من داخل اللعبه وفي لقطات من القصه، هنا حقك تخاف. تقدر تقول لي اصلا ليه الصور الخاصه بالجيم بلاي الاخيره محدش عليها سترايك باليوتيوب؟ هي مش روك ستار ادت سترايكات للناس اللي حطت صور وفيديوهات التسريبات بتاعت 2022؟ طب ليه الصور الجديده دي اللي بتتصور بتليفون اصلا من على كمبيوتر ما ادتش لحد سترايك؟ لانها صور من اجل الضجه، من اجل الهايب العالي. بس كده يا جماعه، ده كل شيء. اتمنى تكونوا سعداء بالخبر، ولو في اي جديد هطلع اكلمك عنه. اما بالنسبه للناس اللي بتيجي تقول لي اللعبه حرام ومش حرام، يعني انا سبت جاد اوف 4 او بقيت بنزل عنها قليل جدا بسبب الكومنتات دي، وفجاه لقيتكم حتى بالجراند بتقولوا عنها حرام. فهو انتم في المكان الصح يا صاحبي، ولا انتم فين بالظبط؟ يعني انتوا هنا المحتوى ده جيمنج، انا بمسك جويستيك وكيبورد وماوس وبتحكم بشخصيات خياليه عشان العب بيها. المهم، نزلت لكم فيديو عن ازاي تتجنبوا البلاس 18 داخل لعبه جراند 6 ان شاء الله لما تنزل، ده عشان الناس اللي هتشتريها. يعني الغريبه اني لقيت يا جماعه الناس اللي كانت بتقول لي حرام مش موجوده، بل لقيت خط دفاع تاني قوي كان بيتفرج على القناه عندي في صمت تام، الناس اللي هي من سن 23 ل 30 وانت طالع. الناس دي داخله في القناه بتقول لي بقى في الكومنتس ان احنا اصلا يسطا هنشتري اللعبه عشان البلس اي تي، بجد فصلوني ضحك بجد يا اخوانا. المتابعين افضل من تاخد منهم هزار، لانهم بيقدروا بجد يضحكوك فعلا. اللي يقول لك انا اصلا متحمس عشان المشاهد البلس اي تي، واللي يقول لك انا متحمس عشان هلعب ببنت لاول مره في روك ستار، زي بتوع جراند امبارح. روك ستار فضلت تلعب باعصابهم على الانستا وشالت بوستين كمان، كان المفروض تنزل مكانهم بوستين تانيين، فالجمهور كان مستنيين يشوفوا روك ستار تنزل مكان البوستين دول شيء لجي تي اي 6، لكن روك ستار نزلت بوست للعبه جراند 5. فكومنتات الناس كانت مضحكه جدا، اللي يقول لها انا هشيل الفولو من عندك، واللي يقول لها وبعدين في ام حرقه الاعصاب دي، واللي يقول لك يا جدعان اهدوا شويه فاضل مكان لبوست واحد، يعني لسه في امل، اكيد يعني البوست الجاي هيكون لجراند 6. وفجاه تنزل لهم برده جراند 5. ثانيه واحده بس يا جماعه، هي الكومنتات دي اللي كاتبينها سنهم فوق ال 24 سنه صح؟ لا بجد يا جماعه، الكومنتات دي هزار صح؟ حد يرد عليا؟ هزار.